الطاقة الجديدة من هالأحد. محمد اليوم الحلقة نتاعنا سبيسيال شوية، أتوتفهموا علاش جاونا برشا مساجات قالوا لنا علاش ما تعطيوش برشا أهمية للسبور دو كومبا في تونس، وعندنا بليزيوغ سبورتيف عندهم برشا تيترويت. على ذاك اليوم عملنا حلقة سبيسيال سبور دو كومبا، وتو تشوفوا تبارك الله ليزانفيتي نتاعنا لي تيتر اللي عندهم ولو تالون اللي عندهم. خلينا نستقبلوا الانفيتي الأولى اللي معنا اليوم، إيا بليغا. عصام برهومي. محمد عرفاوي. الدين عراوي. تشكيله نتاع ليزانفيتي نتاعنا نتاع حلقة اليوم، ونستقبلوا كالعادة لي كرونيكور نتاعنا بيكا يوسف مصطفى جوال ودي جي تورا. كنا كمان تشكيلة نتاعنا نتاع حلقة اليوم تاع نهار الأحد. محمد مرحبا بكم يا جماعة، شرفتونا بحضوركم. نحب قبل ما نبداو الحلقة نذكركم خوفونا بحضوركم شرفتونا بحضوركم وخوفتونا بحضوركم زاده، مي خوف به خوف به اللي عندي برشني قدامي عاد مش الرافيك قادر بنقدر باهي. تو نرجعوا لها حكايه البرشني هذيك، خاطر وراها حكايه. نعرف تو العباد اللي يتفرجوا في ديارهم ولي كونيسور فاهمين هذيك شنية، اما ممكن فما انفورماسيون ما عندهمش منها. تو نجيوها من بعد. نحب نذكركم انتم في دياركم قبل ما نبداو، اللي كان تحبوا تربحوا كالعاده شهريه مليون كل شهر pendant 2 ans 24 شهر عامين، عندكم شهرين تاعكم سهل ياسر. تبعثوا ميساج في حرف دي 85811، تركزوا مع الحلقه نتاعنا، يجيكم اسئله على الحلقه نتاعنا، كان جاوبوا صحاح فوز افي توت فو شانس باش تدخلوا في التيراج وسوغ وتربحوا مليون كل شهر pendant 2 ans. ونحب زاد نقول لكم اللي ان شاء الله بقدر ربي نهار 5 جان في لو 5 جانفي باش نعملوا اول تيراج اوسور، وباش يجي بحذانا اول غانيون اللي ربح شهريه بوندون 2 زون باش نستقبلوه بحذانا نضيفوه نفرحوا معاه. شنو كيف تقسم هو راه تحب تقسمها به. خلينا نبداو بالليزانفيتي نتاعنا. دونك كيف ما قلنا اليوم الحلقه نتاعنا سبيسيال سبور دو كومبا. الكلكم تبارك الله نشوف في تيترويت وفهم تيترويت اخرين لهنا الكلكم معناتها الحقيقه جو مي سو رونسيني تبارك الله. كارير كبيره ياسر فريمون والله يعطيكم الصحه. مشرفين تونس منورين تونس. باش نبداو بالواحد بالواحد، باش نبداو معاك انت ايه، ديما نبداو بالنساء قبل ايه. يبرر لهم خاف ريح نبرر خويا قبل باش نبداو بايه. مره نبداو بالنساء قبل ايه. قول لي كان صحيح ولا غلط، انت عندك 7 سنين توا ملي انت في الكيك بوكسينغ هكا ولا الكارير نتاعك كيف ما نقولوا كارير احنا هكا ولا الكارير نتاعك في الكيك بوكسينغ بديت دون فاسون ان بو بيزار. احنا ما شو احنا من اوني كونتر لا فيولونس بيان سور وكل شيء ما تفد العنف، اما صارت لك حكايه اللي هي كليت تريحه وانت عمرك 15 سنه في الليسي. في الليسي كليت تريحه من عند واحد، ومن وقتها انت بديت تترينا باش تتعلم. قابلته كيف سنه انت 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 وقتها ما نجمتش تدافع على روحك. انا وقتها شوكي معناها شو في شبي هذا معناها كهو ما تاكل تريحه تقول شبي هذا. لا مش تريحه، في تعرف ضربنا و سيتي بيزار معناها ما عرفتش ندافع على روحي وكل شيء،
وما لقيتش حد من صحابي. ما شريتش عليك تحب من بعد. لا 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 طفل لا طفل والله والله ولا لا في شيء يزيدوا على امراه ومش مراه كيف ما هي هكا تبارك الله عليها كين كلمتني وقتها راني دخلت ترينا وليت بروفيشنال في كيك بوكسينغ وكل شيء عاودش قابلته هالطفل قابلته ايه اليوم معانا طفل هذينا وين 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 جيبوا 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 عاودش قابلته سي سي ما هو يقرا معايا في الليسي معناها دونك حتى كي قعدت نقرا انا حكيتش عاد قابلته بعد ما عملت جمعه اونترينمون نحكي لك متى بعد ما وليت بعد شهرين معناها تقابلنا وانا مترينيا وكل شيء و وصاروا فازيتك نتاع بتفادليك اما انا فشيت غلي عرفت عرفت هذا ولا تمام برافو جو مصر هي فما حاجه اخرى زيد لازم نعرفوها سيكو انت مغرومه بالتمثيل وي وريناك عملناو الاول اباريسيون بالنسبه ليك كممثله في المايسترو المايسترو تحكي لنا على اول اكسبيريونس انت كممثله انت حبيت هما كلموك انا من قبل نحب على الاخر معناها حتى كي نتفرج كل شيء يسن نركز مع الجوداكتور و... ونبدا نتخيل روحي انا كيش بلاصتك كيفاش نعمل كيفاش نتصرف عرفت وكها مغرومه وكل شيء وبديت من الاول الحقيقه عملت بيبليسيتي والمراه اللي حسيلو من الستاف وكل شيء كلمتني على مايسترو كاستينغ قالت لي اجا قالت لي جامل كاستينغ وكل شيء كلموني ما مشيتش خسارة كلموني انا نتمنى لك يكون فما مسلسل جو بنت بنت مفيده مثلا بنت اللي ما نحبكش تكرهني عاد ما نحبكش تكرهني ما نحبش لا سي كرهت لا خدمة برسوناج ولا توا سامحني توا باش تذكرتها معناها الوقت اما خدمة برسوناج طيارة على الاخر ولا شابو ما عادش كنت فرس والله ايه ناوي تكمل في التمثيل ولا ايه ناوي تكمل في التمثيل فما مايسترو دو في بالي ما نتفرجش حتى كيفي ما كاينش معنى اللي فما سي جو مازلت ما تعرفش باش يحبوا ما خرجوا من الحبس هم باش يرجعوهم على الدو لا يظهر ما تسمعت يظهر فما مايسترو حتى انا سمعت فما مايسترو انا بدي يكلموني كيف كيف انا وياك نسمعوا نشوفوا المسلسل وحدنا بعد ايه باغ كونتخ فما انفورماسيون اخرى نحب نحكيو عليها سكو انت بعد 7 سنين في الكيك بوكسينغ قررت انك ما عادش تدخل في حتى كومبيتيسيون تونسيه يعطيك صحيحة ولا الحسرة هو مش حتى كومبيتيسيون اما لي شامبيونا نتاع تونس في تونس ما عادش حب معناها اضعف منك تحب تقول مش اضعف مني ليه ولا لا عندها 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 سبب معناتها راسي غيزون باش تقول لنا على خاطر الحقيقة معناها كيفاش فسر لك ما فماش لو مينيموم من الاخر في شامبيونا ما فماش لو مينيموم معناها ما فماش شوية نظام شوية ما نعرفش منهم مرة لعبت انا في شامبيونا من غير رينج على تابي معناها كيف لعبت في شامبيونا من غير رينج على تابي عباره ميسيون من غير كاميرا ونهارتها نفس نسخة في قطر زلقت انا في التابي معناها فهمت حاجات صغار دي بشي ديتاي تعرف اشاك فوق كي يجي بحذنا ان سبورتيف ما انت ديما نرجع لنفس المشكلة فما فريمون ان غوتار وان بروبليم في ال مالوغوزمون مالغري بداهم شارفينا في العالم وفي تونس وكله ديما ما فهمش الاحاطه اللازمه مالوغوزمون عصام تخيل تعديت بحكيت كيف ما هكا شنو قولك انت في في البطولات التونسية وفي الـ في الـ في اللاد والتنظيم نتاع تونس لي سبورتيف دو او نيفو اي سورتو في لي سبور دو كومبا بون بالنسبه لي انا تعديت بظروف اصعب من هكا شنو قريت على شمعة وكل ذوك نعرفوهم يا الزيف ليك على لا ترينينا حفاية ترينينا حفاية وكامش ما عنديش دي غون ونمشي نترينيو في معناها في غابه في ناتور في جبل فهمني ما عنديش دي سال فهمني خاطر علاش في لي زاني 90 ما ثماش دي فيدراسيون معناها فيدراسيون تاع كيم بوكسين تاسست عام 2005 معناها معناتها عصام انت خلطت اللي خلطت له ما تنذكره وبلوتو نذكره خلينا نقولوا اللي انت بطل العالم في 8 اختصاصات 8 سبيسياليتي المره 15 معناتها نحكيو على كارير نتاع 28 سنه و شامبيون دو موند في 8 سبيسياليتي ديفيرونت هكا ولا برافو معناتها باللي كونديسيون اللي كنت تحكي لنا عليهم خلطت معناتها كوميم شامبيون دو موند 8 دون 8 سبيسياليتي مي كان جيت عندك الموفر كل شيء وين تخلط وين بالعكس اللي كونديسيون هذوك ما اعطوني القلايب معناها باش نجم نكمل كارير خاطر انا عندي اوبجيكتيف نحب الحق معناها مانيش في لي كونديسيون برك لما كارير 28 سنه راهو 28 اون دو كارير دونك انا بديت راني من زيرو معناها بديت في لي شامبيونات دي تونيزي في بليزيور ديسبلين
دونك قبل ما نمشي لليشال انترناسيونال دونك لعب بطولات تونسيه في مختلف الاختصاصات انا نوصل في النهار نلعب دو شامبيونات تونسي لازم ميداي دور في النهار سي با بوسيبل في النهار دو مره زيد شو هذا معناتها افيك كيف نقولوا لي مويان دي بور ومش موفر حتى شيء وكل شيء معناتها بالحق تقول كان واحد بالحق معناتها لا انفيستي شغل وكان جات معناتها عنده الظروف باهيه وكل شيء وين يمشيوا لل ساعات ديما يولد الابداع من رحم الفقر يقول لك ولا كيفاه لا لا بال... اي معناها هو ساعات كي ما مرش بالحاجات هذا راهو ما عملش القليب هذا وراهو ما خلصش بال نزال كي تلقى الماكينات وكي تلقى الماتيريال وكي تلقى كل شيء بيان سور باش ما تنجم كي تمشي انا نحسوا بالي لازم تتعدى به كلنا تعدينا بيه البالي راه ميم حتى راه البلدان البرا تلقاهم كلهم تعدوا البالي هذيك راه معاك اما اريفي ان سيغتان ستاد كي تولي انت تو نحكيو على شامبيونا نتاع عالم وبطولة معناتها عالم ونيفو معناتها نيفو كوب دافريك شامبيونا دافريك كل شيء ما عادش لازمك معناتها ما تترينيش باللي كونديسيون هذيك لا في النيفو ما عادش لازم ترينا دي كونديسيون نتاع او نيفو نتاع دي سينو نتاع الدوبي هذاك اللي يفرق بين شامبيون وبين بوكسور نورمال انهم زوز ترينو فرد انفيرونمون مي ابخي الاخر كملوا رخش ووصل شامبيون والاخر لي رخ او توكا شابو شابو ولا بالحق عصام زيد كيف ما قلنا قبيله ايه اللي مشيت شويه للتمثيل انت عصام قدمت ميسيون في الوطنيه هاك ولي اسمها 15-25 كيما ستيل باسكال لو غران فير اي فوالا في تاتير الشباب دونك ناخذك لي جون هذوك عاملين ديفياسيون ماشي في طريق الانحراف اللي عندنا اترافير لي زار مارسيو خاطر برشا عباد يمشي في بالهم سبور دو كومبا ولي زار مارسيو جوست ضرب ودي ميداي فهمني وعنف نو هذيك ايماج خايبه غلط بالعكس اترافير لي زار مارسيو سبور دو كومبا انت كي تجيب واحد عامل ديفياسيون ولا ماشي في عم في الدروغ ولا يتكيف ولا يحب يحرق ولا فهمني كي تجيبه انت ترين عندك يبدا واحد ماسك تعمل له لابل دي سيرفو قلق ايميسيون تاع تلفزه كامله يبدا واحد ماسك انا ردو مسوس فهمني ثم واحد ماسك اسمع فيه انا ما قلت حد انا ما قلت حد مش تلو بي على قاعده مش الفين بي على قاعده مش ياكل المصب اللي يشبع ريت مش قال لك سيلف كنترول واحد ريت العنف في المولود فيك من داخل يا عنيف يا عنيف لا هو ما حد يعرفوش احنا كي نحبوا عبد نحبوه نعبروا عليه بطريقتنا احنا يلا من قطعني حتى حتى عصام زاد بخير في البرنامج اللي قدمته رينيك زاد اكتور في فيلم داكسيون هكا ولا عملت بليزيور بارتيسيباسيون في دي سيت كوم مسلسل سيت كوم اي نعمل كوريغرافي تاع لسان داكسيون وتحب تدخل ديجا دخلت الاكسيون عملت بوليس عملت سبع سبيع عملت فيلم لسان داكسيون عملت دنيا اخرى زاد معاكم الهربة عملناه زاد دونك اي نتخيل ما نعمل انا تصميم معاك تخيل تو في بارتي من لي ريفيرونس اللي كلموهم في لسان داكسيون في تونس معناتها في المسلسلات وفي الاكتور مغروم بالتمثيل صعب كل شيء ومختص في مختص في كاسكادور زاده ولا لا نعم لي تكنيك دو كاسكاد مي كاسكاد باش نقدر نعمل دي سان داكسيون كيما ان اكتور داكسيون اختصاص دونك ونعمل سانكرونيزاسيون حتى مع المخرج وفي الكادراج نفهم في معناها في باش تطلع التصويره مزيانه ولي موفمون مزيانين برشا واللي تعمل فيه الكل هذايا عصام دقيقه برك فيك كان يجيك اللي تعمل فيه الكل هذايا قاعد تلقى في دعم من الوزاره في تونس ولا وحدك شنو على ليشال سبورتيف ولا التمثيل؟ على السبورتيف بيان سور سبورتيف بون بطبيعه تعديت بالايكيب ناسيونال معناها ايكيب ناسيونال 15 سنه كونغ فو بوكس فرونسيز يوزي كامبيدو دونك مي ظروف ياسر صعيبه الحقيقه معناها اذا ما تعملش على روحك تترين وحدك وتعطي بلوس من عندك ما تنجمش توصل لان غران شامبيون خاطر الحقيقه معناها الجزائر ماسيو في تونس بالفيدراسيون نتاعهم البيدجي ياسر ضعيف الوزاره مش قاعده تعطي في بيدجي قوي ياسر الفيدراسيون دونك الجامعه ما تنجمش تصرف على ليزاتليت ما تنجمش توفر لهم الحاجات اللي دونك على ذيك يقول لك الواحد ساعات كارير يوفى على بكري وانا عندي برشا اصحابي معناها تعديت برشا اجيال اللي طلعوا معايا يسافروا وحرقوا دي غران غران شامبيون معناها دي بوكسور نجم يوصلوا بعيد معناها برشا يحرقوا برشا يقصوا كاريرهم على بكري خاطر علاش ما ثمش نو يشجع صار انت واحد يوصل عمره 30 سنه صار انت واحد يوصل عمره 30 سنه يترين صباح وعشيه مش قاعد ياخذ في ارجون دو بوش ما ثمش مستقبل يوصل ان غران شامبيون بعد في الاخر ما يكمل كارير يلقى روحه على برا بطال معناها بعد دونك نورمالمون الوزاره ولا الجامعه نورمالمون على الاقل يدعموا له يعطوه مثلا يعاونوه في كريدي بانكير باش يعمل سان سبور باش يعمل بروجي سبورتيف باش ينجم يعيش خاطر هو عطى لتونس وشرف تونس وجاب دي ميداي دونك تونس مش قاعد مش قاعد نعرفوا في عصام مش كان في الدومين نتاعكم معناتها انا غوسو ديرنييرمون اون جيبر رينا اللي حكي لهم معناتها بريس كيف كيف بورتاج برك الله ونس معناتها الناس الكل تعرف لي سبور انديفيديوال احنا قاعدين نشرفوا في تونس راه مش الالعاب الجماعيه راه احنا قاعدين نجيبوا في تونس انتم مشرفين قاعدين نشرفوا في تونس ونجموا نقولوا كان ان غون برافو واحنا ما نجموا كان نحكيو على الموضوع هكا ونحاولوا نفقعوا الدمار بلوز وموان ما فرق خالد كيما قال
لا ما بالحق تا هما دي مومون فماش خاطر انتوما برافو مو المونتال نتاعكم وقعدتوا بقلايبكم ووصلتوا وين وصلتوا ان شاء الله اكثر مي اسكو فما ريكونيسونس او موان بار لا سويت معناها كي ترفع كي تجيب من بعد التيترويت كي تجيب من بعد التيترويت اسكو قولي وقتها عاد كي تجيب التيترويت خلص كل هكا هكا والله انت والوزاره وشكون فيها وانت والاداره وانت الفيدراسيون معناها انت والعباد اللي موجودين ثم عباد معناها تعطيك القيمه نتاعك ويصير تكريمات وكل شيء وثما وثما اللي يسمع تكريمات بالفلوس راهي تجي بالحق يزوم هذا كلمه صحيحه راهو هذا كلمه صحيحه احنا الحقيقه التكريمات نتاعنا كلها تصاور تشفيق على مصفر قال حاجه صحيحه فوق هذه يعطيك الصحه مصفر الخوف زاد الخوف يعمل خايف عرفت كي يوزن في كلام ولا تو مصطفى او توكا احنا ما نجم نقول لكم كان ان غران برافو تونس كامله فرحانه بكم ومشرفين ومشرفين تونس الكل قبل ما نجيوكم الاولاد على خاطر مازال عندنا لهنا كاريريت كبار ودو غران سي في كان نجم نقولوا ها تونجيو هذيك تونجيو تونجيو حكيت البرشني اما جوست قبل عندنا كالعاده زابينغ كل جمعه خلينا نتفرجوا على زابينغ نتاع منى باندا مع بعض مرحبا بكم زابينغ موني باندا الزابينغ اللي تشوفوه كل نهار حد في برنامج نهار لحد ما يهمك في حد سارة الحناشي الممثلة السينمائية السينمائية اللي ما مثلت كان في السينما التحقت مسلسل أولاد مفيدة بون والله أول مرة راهو تجربة باش نعملها اللي هي التلفزة رمضان السنة في أولاد مفيدة خمسة سور يا سارة متأكدة سور أول مرة باش تمثل في التلفزة يا لولا شلزك يا سارة شلزك في باتل دانس الجمعة اللي فاتت الكل نارينا أمين بن صالحة وشطحته العظيمة جذب أما حتى حد منكم ما شاف البطل الحقيقي متاع الباتل دانس زيد مع الببليك متاعنا نضال السعدي المنشط العظيم متاعنا من أقوى ما تنجموا تسمعوا أمور أمثال شعبية سلفة مردودة ولا مردومة ولا كيف يقولوها نخبشوا قطتسنا بشيفة مذيفنا ولا كيف يقولوها السلوك اللي عنده دخلت كلها على بعضها ما بيجمعش يا حكومة حضروا لي 50 مليون متاعي شديت لكم أول مرتشي بالصوت والصورة أما مصطفى هاو كيفاش يستخاي بروحه ويشطح أمين قارة معروف كلمته الشهيرة نار 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 أما المرة هذه طلع لنا بفازة ما أقوى بعد 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 مش تطبع طبع كان هذا زابينغ اليوم إن شاء الله يكون عجبكم ونتلقاو الجمعة الجاية زابينغ جديد برافو منى باندا على زابينغ قبل ما نجيوكم قبل يا اخي هذيك نعرف نشطح خير منه باي ذا واي ثاني حاجه حد ما لاحظ انا عملت نيونوك قديمه نيونوك قديمه هي ديما حد ما لاحظ انت حبيت تعمل بالضبط انا نشكر مالك بحسام مالك بوسلامه الحجام تاعي اللي قد هذايا عملت خويا فازيت هكا نيولوك وباش تشوفوا معنا مش كان انت تحب تظهر مزيان حتى انا نجم نظهر مزيان راني في الواقع حد ما قال لو كونتخير شو اسمه الحجم تاعك؟ مالك بوسلامه لاك دو باهي مالك بوسلامه نوعدك اللي كان مره جاي يجيك مصطفى هاني قلت هيك توا وتقرع له شعره
نستدعاوك ليميسيون وربحوك حاجه كبيره. وعد خلينا نبداو في الميسيون تاعنا وخلينا نبداو في الغبريك الاولى تاعنا برين بوكس. دوك لهنا في حلقة اليوم عندنا دي سبورتيف دو كومبا دو او نيفو، عندنا دي كرونيكور وعندنا أسئلة وعندنا كرونو فيه دقيقة و30 ثانية باش نشوفوا لي كرونيكور نتاعنا كي بداو سو بريسيون كي بدا قدامهم ان سبورتيف دو كومبا دو او نيفو ويبدا يضرب في قداش على قداش من سؤال ينجم يجاوب في دقيقة ونص. ديو الأول كان بريفو باش نقول لكم حاجة هذايا، ديو الأول كان بريفو أيا ودي جي تور. يا أخي استنى استنى يا أخي يا اخي يا اخي تورا سيت وقال لي انا نحب نضرب بالحق، نعرف نضرب ونحب نضرب بالحق، ما نحبش تفلق قدامي. دونك والله كيف ما نحكي معاك وقال لي قال لي لا انا نعرف نضرب ونحب نضرب بالحق ما نحبش تفلق قدامي. دونك جو معايا جويل وبدرة. حاضرين يا جماعة؟ يلا كونو محلى اسمك محلى سبيس محلى بلدك محلى كل شيء 1 minute 33 2 1 توب كونو عندك بدر. شنو نستعملوا باش شنو العضو اللي نستعملوه في حاسه الشم في حد انت كالجنال انت انت كسوات باه شكون شكون تي جي اللي فما في نهار علاش مش فيا شكون تي جي اللي فما في نهار لحد ما يهمك في حد شو في نهار لحد شكون تي جي في نهار لحد ما يهمك في حد مشيت تونا انا هو اكثر فاشل انا هو اكثر فاشل شوف فيه شتي انا هو اكثر فاشل شوف فيه شتي انا هو اكثر فاصل تصب فيه شتي انا هو اكثر فاصل تصب فيه شتي اسال السؤال انت اكثر فاصل تصب فيه شتي امشي ما بين بيجا وجندوبه وسليانة انا هي الولايه اللي ما فيهاش حرف البي ما نعرفش مستحيل بيجا وجندوبه وسليانة انا هي اللي ما فيهاش حرف البي نفس سكوند تسعة ثواني به سؤال سيبو 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 ستوب 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 اللعبة ما فهمتهاش انا صدقني برجوليا الاولاد راكم كاسحين برشا راكم قاعدين تمشيو في الكاسح ياسر ولا مش منسيه زوين وجه ياسر البلادي ياسر الجماعة ما يفادلكوش يا جويل ضحت امريكا به تشفيقا كوميم على جويل برافو عنده قداش عنا من بون ريبونس عند جويل قداش جويل عندك اون بون ريبونس عندك واحده جاوبتها صحيح تاع دي جي تورا من اسرار امريكا دوك نتحرك باه نشوفوا الجويل اللي بعده اسمعني خليهم حيين يا جماعه راهو كاسحين برشا راهو انا ها لا والله عندي قلبي طايح حتى قلبي لا 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 جاو معايا يوسف ومحمد ذكروا اللي يوسف يترينا بوكس يوسف يترينا بوكس واللي لونترينور نتاعو هو السيد اللي معانا اليوم محمد هو لونترينور نتاع يوسف غاد بون هو ديجا ديرنييرمون في سبارينغ زاك خلي لي بلو هوني دونك خلي لك عينك زرقاء يوسف خلي لك عينك زرقاء مش بالعاني اليوم عندك فرصة اليوم عندي فرصة خويا باش ننتقم يا حما صلي على النبي يلا استنى على فكرة يوسف كان مش معناها من الخدمة نتصوروا كان يكون أقوى بوكسر واليوم باش تشوفوا بعينك مش هذا يصفقوا اسمعني
جيست نحب نذكرك اللي تفل باش يعرس بيانتو دونك عارف وين تضربوا لنا معناتها اوف عايش معاك في نفس الحكايه معناتها كريسك اجور عايشين في نفس الموضوع يلا يلا محمد بديجا البرشني ناحيه اللي فوق استنى خلينا نحكيو حكايه البيريك هذايا البيريك هذايا برشا لعبات تولي يتفرجوا في ديارهم واللي هما يتبعوا شويه دي سبور دو كومبا يعرفوا اللي مسانس يلبسها خبيب هكا ولا باهي اسكو انت جوز باش تعمل كيف ما خبيب والا شنو حكايتها البيريك هذايا؟ باهي بالنسبه للبيريك هذايا تحيه كبيره لصاحبي محمد علي الهمامي محمد علي الهمامي هو اللي معناها كان جاب هذه من عند خبيب سبيسيالمون معناها دونك البيريك هذايا كانت عند خبيب سبيسيالمون باهي وان شاء الله ان شاء الله خبيب علاش ليه ما نراهوش في تونس في معناها في وقت اخر ان شاء الله بيانتو فما بوسيبيليتي لكن تونس مثلا ان شاء الله اخويا تجيب لنا خبيب ونجي نتفرجوا فيكم اما تو نحبوا نتفرجوا في يوسف فيك في تريحه دوك باش نحط لكم تو كرونو 1 مينوت 30 دقيقه و30 ثانيه انا ما دخلنيش في الاجل تاعك ها يلا جاوب امي دارنا لا لا سي بون هاي بجنب يلا دقيقه و30 ثانيه 3 2 1 عندكم محمد يوسف زيت يوسف زيت زيتون منين نستخرجوه؟ من الزيتون صحيح جو دورانج منين نستخرجوه؟ جو دورانج منين نستخرجوه؟ من الأورانج صحيح العام قديش فيه من شهر؟ 12 تونس لأي قارة تنتمي؟ امشي عاد محمد امشي عاد امشي اكسح صحيح تونس أي قارة تنتمي؟ تونس لأي قارة تنتمي؟ لافريق قلت لك لافريق باهي شنو هو لون السماء؟ أزرق صحيح خول بو شنو يتسمى؟ خول بو شنو يتسمى؟ خول بو إي العام العام صحيح كسح محمد كسح خو شنو يتسمى صحيح في العيد الكبير شنو نذبحوا علوش صحيح انت في انا برنامج تتعدى تمشي محمد نهار لحد ما يهمك في حد شنو الحدث اللي صار اسمعني شو برجولية عندنا نوف بون ريبونس اما محمد برجولية مشيت ياسر مع سيستو برشا ولا سيستو برشا لا نسيت برشا شوف بدر ايش عملت خذي مخي معناها نسيت لونجلي نسيت لونجلي خدم ولا لا بحكيوكم الاولاد توا جربنا يوسف باش نوريو مع لونترينور نتاعو اما توا باش نعملوها بالحق الغبريك دوك اجا عصام مع يوسف توا سي بون حاضرين برا اسمعني انا الاربيتر كي نقف ما بيناتكم تقفوا يلا وجهي لي براسي 3 2 1 توب كرونو دقيقة يوسف في الفو شنو هو اللون برا شنو هو اللون اللي اوبليجي باش تقف فيه شنو في الفو لحمة صحيح اللغة الرسمية في فرنسا شنو هي؟ اللغة الرسمية في فرنسا شنو هي؟ روسي صحيح نهار قديش فيه من ساعة؟ نهار قديش فيه من ساعة؟ ركبك على وجهك نهار قديش فيه من ساعة؟ نهار قديش فيه من ساعة؟ 24 لا قديش فما من فاصل في العام؟ قديش فما من فاصل في العام؟ أربعة صحيح سافان ولاد شحوات اللي عارسوا شنو يلبسوا؟ اللي عارسوا شنو يلبسوا في صباحهم؟ خواتم صحيح عام جاي توا 2019 عام جاي لا
سي بون جاوك بيه انت حسيت فاسر نمرو ان في الناس الكل سي فاسر حاجه كها اسكت يوسف سي فاسر حاجه حتى عصام ياه انا نترينا بوكس انجليز هذا اللي يعمل فيه كيك معناتها مانيش نترينا عليه بوكس تايلانديز في بالي تعمل كيك عنده لا لا بوكس انجليز كاو مش كان مروح في الهوية كاو ميسيش 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 اسمعي كملت المهمة توا كملت المهمة ترجع البلاستيك رينا الأولاد شنو باش يعملوا نحب نشوف البنات شنو يعملوا اجوا معايا ايا وبيكا حاضرين خونو دقيقة و30 ثانية ايا بيكا 3 2 1 توب كرونو بيكا شو الحدث اللي صار في تونس 14 جانفي الثوره صحيح يلا الشهر اللي نصوموا فيه رمضان صحيح الكادو السنه 2019 عام الجاي 2020 صحيح قديش عندك من هنا زوزي دين بيان انا شنو اسمي انا شنو اسمي برافو بيكا برافو صحيح قديش نقاوم من نور في العالم التونسي قديش نقاوم من نور شنو قديش نقاوم من نور في العالم التونسي زوز بيه سبا ما كانش هاي كامل شكون شكون لي كرونيكار اللي ماهوش موجودين اليوم امين وجهاد امين وجهاد صحيح الحيوان اللي ياكل حيوانات اخرين شنو يتسمى كانيفو صحيح الحيوان اللي ياكل كل شيء يتسمى كانيبال كلش ولا شنو كلش بيه العام قديش فيه من شهر 12 17 سكوند النهار قديش فيه من ساعة 24 بيان البقرة شنو تيك حشيش حشيش يا سريك قديش عندها من بون ريبونس بيكا يحيى طريق المجد هذا فيروس تابع الفيروس دونك بيكا قديش عندها من بون ريبونس وبغسلي كادو نتاعك اللي ربحت بيكا عندك 6 بون ريبونس تفوت يوسف اللي هو جاوب المره الثانيه كان 6 بون ريبونس دونك بيكا هي اللي تربح برافو بيكا هي اللي ربحت الروبريك غرين بوكس انت يوسف جبت 9 بون ريبونس اما انت لي 9 بون ريبونس جبتهم المره الاولى مع محمد اللي هو سيسك المره الثانيه جبت 6 بون ريبونس دونك بيكا هي اللي تفوتك نذكركم انتم في جاركم تفرجوا فينا كان تحبوا تربحوا مليون كل شهر بوندون 2 ans 24 شهر عندكم شهريه فيها مليون ساهل ياسر تبعوا ليميسيون تركزوا مع ليميسيون تبعثوا حرف دي ل 85 811 باش يجيكم اسئله كان تجاوبوا صحيح عندكم توت فو شونس باش تدخلوا في تيراج وسوغ وتربحوا مليون في الشهر بوندون 2 ans وباش نجيبوا اول غانيون ل 5 جانفي يكون بحذانا خلينا نتعداو توا الكورت باج دو بوبليسيتي ونرجعوا بعد الفصل